وبعد يسعد مساك. انت يا باشا، انت يا هاني، يلي بتسمعوني حالا دلوقتي، هو في كده؟ طب احضرونا والنبي يا اخويا. الناس يحصل منها واحد واثنين وتلاتة وفي الاخر يقولك ما حصلش حاجة. لا ده حاصل وحاصل وحاصل وحاصل. ما حصلش حاجة، ولو في حاجة بكرة احلى كتير، نقدر نغير لسه بدري، الدنيا لسه خير. الا قولولي يا جماعة، هي مش كانت لا تؤجل عمل اليوم الى الغد؟ امال مين اللي قال اجل عمل اليوم لبعد العيد؟ ده شعار المرحلة دلوقتي، كلنا بنقول لبعض بعد العيد. تيجي تشوف ايه اللي هيتأجل لبعد العيد ده بقى؟ يوه ما تعدش. اشي شغل، على زيارات، على خروجات، على فلوس تدفع. ده بعد العيد ده لما يجي بقى ان شاء الله هيعرفنا ان الله حق. والله ليه طيب بنعمل كده في نفسنا يا جماعة؟ ما الحاجة اللي ينفع تخلص نخلصها، ليه بنأجل لحد ما نبقى مش عارفين نتنفس من اللي علينا؟ آه صايمين وتعبانين وكل حاجة، بس ده مش مبرر أبدا والله. يعني مثلا مدير يطلب من موظف شغل مهم جدا وما ينفعش يتأجل، تروح تقول له انت بعد العيد؟ بعد العيد ازاي وهو طالبه دلوقتي؟ ده حتى في مثل بيقولك بعد العيد ما يتفتلش كحك. يا راجل، ده في اللي تيجي تقوله مش هنفطر مع بعض يوم في رمضان يقولك نفطر طبعا بس بعد العيد ان شاء الله. ما خلاص هو حافظ مش فاهم. تقوله رمضان يا حبيبي 30 يوم بس، هو انت عندك رمضان غير اللي عندنا؟ تلاقيه اختفى وانت بتكلم نفسك بقالك نص ساعة. عايزين نروح للدكتور نكشف بعد العيد، عايزين نجدد كروت النادي بعد العيد، عايزين نروح نخلص ورق العربية بعد العيد، عايزين نصلح الحنفية بعد العيد، عايزين نجيب هدوم العيد بعد العيد. أنا لو بس أعرف مين اللي اخترع الجملة دي بعد العيد أجيبه كده ونقعد نتكلم معاه نفهمه غلطه، اللي هو إيه اللي هيحصل بعد العيد؟ فهمني، هل هيبقى عندك مثلاً قوة خارقة؟ هل هيبقى اليوم 48 ساعة مش 24؟ هل متعشم مثلاً إن نهاية العالم هتيجي فاللي هو أتعب نفسي دلوقتي ليه خليها بعد العيد؟ مش فاهمة والله. والمشكلة إن في أغلب الأوقات اللي بيقولك بعد العيد ده هو فاضي أصلاً، بس هو تعود على فكرة التأجيل، مش في دماغه إنه ينجز كل حاجة أول بأول على طول ويريح نفسه. لا، نسيب الدنيا تضرب تقلب عادي. يقولوا له يا حبيبي روح زور خالتك مثلاً تعبانة، طيب نبقى نروح لها بعد العيد. طب هات لنا طلبات اللي البيت ما ينفعش تتأجل، عايزين ناكل بعد العيد، فيه شغل لازم يخلص يا أخينا ومصالح وفلوس ناس، ماشي بعد العيد. وقابلوني بقى لو جه بعد العيد وعمل حاجة، هيقولك أنا كان قصدي بعد العيد الكبير. أمال أنت مفكر إيه يعني؟ وادي نموذج بنقابله كل يوم. ألو محمد، إزيك يا ابني؟ وحشني والله جداً، عامل إيه؟ حبيبي أنا كويس والله الحمد لله، فينك في الدنيا؟ محدش شايفك ليه؟ أنا موجود أهو. قولي بقى، مش هنفطر يوم مع بعض ولا إيه؟ لازم طبعا، زبط وقولي. ده رمضان بيخلص يا ابني. خلاص يبقى بعد العيد بقى إن شاء الله. طب كنت عايز أسألك بس عن الشغل اللي إحنا حبيبي بعد العيد إن شاء الله. يلا سلام 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 سلام. عزيزي صاحب براءة اختراع كلمة بعد العيد، بما ان الدنيا اوضة وصالة، هتقابل برضو اللي يعطلك مصالحك ويقولك بعد العيد يا حبيبي. هيبقى نفسك تخرج خروجة حلوة ويتقالك بعد العيد، يبقى نفسك في أكلة ويتقالك بعد العيد. شفت بتتضايق ازاي؟ شفت بتعمل في الناس ايه؟ يا رب تكون رسالتي وصلت ليك، ولا هتوصل برضو بعد العيد. الغريبة ان الاساتذة دول شايفين ان هم الصح وان انت اللي كائن فضائي، وان اتكلمت ولا اعترضت ولا قلت اه يا عيني ولا اه يا ليلي يقولك ما حصلش حاجة، وكمان يقوم مشاوحلك كده بايده قال يعني مش همه. لا يا باشا، ده حصل وحصل وحصل وحصل.